Christ's sake, will you just shut your trap? Shut up! Right on. Oh! Oh! Shut up! Oh. Your ass is grass. Oh, Velma! No, please! This is for talking! For the fugitive! You ruined Schindler's List! For all Jackie Chan movies! Boogie Nights! And Big Mama's House! العركة لو ابتدت هتزعل. ازيكم معانا النهارده في حلقه جديده على هوم سينما، وده يعتبر اول فيلم نعمل له مراجعه فيلم عربي على هنا على القناه. الفيلم اللي معانا هو فيلم العيد، فيلم كازابلانكا. دور احداث الفيلم ان عمر المر وعرابي ورشيد هما شغالين هجامين في البحر، وكانوا مستنيين عباره هتعدي وهي عباره كبيره اسمها كازابلانكا، علشان كانوا عايزين يسرقوا منها عربيه، لان العربيه دي فيها ناس. لكن العمليه ما تمتش زي ما هم كانوا عايزين. كان ليهم شريك رابع اسمه المكسيكي، وبس المكسيكي ده اتوفى في عمليه من العمليات. بعد فشل العمليه عمر كان مفروض يسلم البضاعه للمعلم بتاعه، حصلش زي ما هم كانوا عاوزين، ورشيد وعرابي هربوا، والمر اتمسك من البوليس واتحبس ودخل السجن. من وجهه نظر انا شايف ان الفيلم عجبني جدا، هو فيلم عيدي عادي جدا مقارنه بفيلم حرب كرموز. فيلم كازابلانكا بجد كان حلو جدا، سواء على مستوى الاخراج وعلى مستوى التمثيل، على الرغم ان كان في مشاكل كتيره جدا في المونتاج انا لاحظتها، وكان في مشاكل اخراجيا جدا من بيتر ميمي، بس طبعا مش هينفع اتكلم فيها او اقول فيها حاجه لان هتبقى سبويل للفيلم، وطبعا المراجعه دي هتبقى من غير حرق الاحداث. بس على الرغم من كده انا شايف من وجهه نظري ان بيتر ميمي، الغلطات اللي انا خدت بالي منها اخراجيا على الرغم من كده، بس انا شايف ان بيتر ميمي اتطور جدا عن فيلم حرب كرموز، وبصراحه دي حاجه تتحسب له. دور عمرو عبد الجليل في شخصيه عرابي بكل تاكيد احسن تجسيد في الفيلم كله. انا كعمر داخل تقريبا الفيلم بس عشان خاطر عمرو عبد الجليل، لان انا عارف جرعه الكوميديا في الفيلم هتبقى كويسه جدا وتقيله جدا منه. اياد نصار في دور رشيد انا بصراحه ما عجبنيش خالص، حسيته عادي جدا، ما عجبنيش، ما دخلش دماغي بصراحه، ولا هو ولا غاد عادل. دور خالد ارجنتش حريم السلطان دوره ده بصراحه عجبني. في ضيوف شرف كتيره برده في الفيلم ده، ومنهم كان نيلي كريم. انا من وجهه نظري شايف ان نيلي كريم كانت هتليق اكتر من غادة عادل في الدور اللي هي عملته. انا بصراحه ابتديت اتخانق من موضوع ضيوف الشرف الكتير ده، يعني انا حسيت الجو قالب شويه على مسلسلات رمضان، مش عارف في يعني في ضيوف شرف كتيره ظهرت في الفيلم ده، وفي فيلم برده فيلم الممر برده في ضيوف شرف. انا ما شفتش بقى حمله فرعون، فمعرفش اذا كان برده هيبقى في ضيوف شرف ولا لا. وبرده كان حرب كرموز السنه اللي فاتت كان برده كان في برده ضيوف شرف، منهم كان احمد السقا، مش عارف كان منهم وكان في مين تاني، بيومي فؤاد، كان في كذا حد. يعني اللي بجد زعلني قوي ان مصطفى شعبان كان موجود برضو في الفيلم ده بس مجرد ضيف شرف، يعني هو ظهر تقريبا مشهد واحد. ده بجد الموضوع ضايقني جدا، لان انا كنت اتمنى ان انا اشوف مصطفى شعبان اكتر من كده، خصوصا ان هو كان عمل اداء فوق الممتاز في ايوب وفي ابو جبل. فانا كنت اتمنى ان انا قلت، يعني انا حتى لما عملت تريلر رياكشن التاني خدت بالي ان في مصطفى شعبان في الاخر، واستغربت جدا كان في مصطفى شعبان، وعجبني قوي الفكره ان كمان في مصطفى شعبان، لان انا عارف ان هو كان هيضيف للفيلم قوي لو كان موجود. بس اللي زعلني ان انا شفته في مشهد واحد طلع دقيقتين وما ظهرش تاني. طب انتوا طلعتوه ليه طيب يا جماعه؟ طب ما تدوا الدور لواحد، يعني شوف، يعني موضوع ضيوف الشرف ده اللي بيخنقني فيه، ان هم ممكن يدوا الدور لحد، يعني الحد اللي هو يبتدي يشق طريقه في التمثيل. طب ما تدوا الدور لحد جديد يا جماعه، مش لازم ضيوف الشرف، يعني لازم كل مره يبقوا نفس الناس، بيومي ومش عارف في مين تاني، محمد ثروت. يعني مش بتكلم ان هو، مش بتكلم عن الفيلم ده، انا بتكلم ان جنرال، يعني نفس الناس بتطلع في ضيوف الشرف هنا وهنا وهنا طب ليه؟ يعني مجرد ان هما بيطلعوا في الاعلان او في اللي هو في التريلر، يعني بنشوف ان ده كان في مصطفى شعبان، وبنشوف نيلي كريم، وبنشوف فلان، وبيومي فؤاد موجود في الفيلم كده كده برده محروقه في التريلر بتاع كازابلانكا. فموضوع ضيوف الشرف ده بصراحه بدا يخنقني، زي برده السنه اللي فاتت كان في ضيوف الشرف اللي شفناهم من التريلر، كان في احمد السقا، وكان في بيومي فؤاد، ومش عارف كان في مين تاني. فموضوع ابتدى يعني يزيد عن حده. يعني طب انتوا على فكره المشاهد اللي انتوا
بتدوها لضيوف الشرف دول الممثلين الكبار، طب ما انتم ممكن تدوها لممثلين صغيرين ممكن تبقى فتحة خير ليهم، فمش فاهم ايه الفكرة يعني. احمد داش في دور زكريا كنت اتمنى ان انا اشوف منه اكتر، ان انا بحب بصراحة الولد ده جدا، بتمثيله بجد بيعجبني قوي، فانا كنت اتمنى ان انا اشوف تمثيل اكتر منه، بس للاسف ما كانش قد كده يعني، كان نص نص يعني. معرفش ليه وانا بتفرج على الفيلم حسيت ان انا بتفرج مش نفس القصة، حسيت ان انا بتفرج شوية على فيلم Gone in 60 Seconds بتاع نيكولاس كيج وجوفاني ريبيزي وانجلينا جولي. ليه علاقة بان جوفاني ريبيزي كان اخو نيكولاس كيج وبعد كده خطفوا اخوه مقابل ان هو يسلم مش عارف البضاعة، حسيت ان هي نفس القصة بالظبط، بس حسيت ان هي كانت هنا كانت بضاعة عادية، وفيلم Gone in 60 Seconds البضاعة دي كانت عربيات، مقابل ان انت هتجيب البضاعة دي فهتاخد اخوك. معرفش ليه حسيت ان هو نفس الدور حسيت ان هو نفس الفيلم شويه. شخصيه غادة عادل اخده شويه من شخصيه انجلينا جولي في فيلم جان 60 سكند، يعني مش نفس الدور بس اللي هي نفس الشخصيه اللي هي بتاعت الوايلد ومش عارف ايه وكده. بالنسبه بقى لامير قراره، هو نفس دوره في سليم الانصاري، هو في نفس دوره بتاع يوسف المصري، مفيش اي اختلاف يعني، نفس دوره في عمر المر 3-1 يعني، مفيش اي اختلاف. هو امير قراره جاكيت جلد وشنب. بصراحة انا بحب امير قرارة جدا، اتمنى بجد ان هو يطلع من الشخصية اللي هو حاصر نفسه فيها بقاله فترة، بقاله اخر 3 سنين، اتمنى بجد ان هو يغير من شخصيته شوية في ادوار اللي هو بيختارها، لانه على فكرة امير قرارة والله ممثل شاطر، بس انا الواحد ابتدى يزهق من نفس الدور اللي هو بيلعبه في كل دور هو بياخده سواء مسلسل او فيلم. اللي انا يعني انا عن نفسي انا مش شايف اي اختلاف خالص في الدور اللي هو عمله. انا مش بتكلم كمهنة يعني، في سليم الانصاري طالع بوليس ضابط، في عمر المر طالع حجام، في يوسف المصري اللي هو بطل شعبي بوليس برضو اللي هو نفس الدور. انا مش شايف اي دور يعني نفس الشنب ونفس طريقة الاداء ونفس تبرية العين، انا مش شايف اي دور مختلف عن التاني. التلات ادوار اللي هو في اخر كام سنة او اخر سنتين ثلاثة، سواء سليم الانصاري او عمر المر او يوسف المصري، التلاتة نفس الادوار كان بيقدمها بالظبط، فما فيش اي اختلاف. فاتمنى بصراحة ان هو يحاول ان هو يغير من الشخصية دي شوية ويحلق الشنب ده شوية، لان خلاص يعني الموضوع بقى اوفر حبتين يعني. البطولة طبعا لامير قرارة وغادة عادل واحمد داش ومحمود البزاوي واحمد فهمي وعمرو عبد الجليل واياد نصار ولبلبه وخالد ارجنتش، تاليف لهشام هلال واخراج بيتر ميم. انا توقعي ان الفيلم ده هيبقى المركز الاول في افلام العيد، ده بكل تاكيد هيعدي ال 60 مليون، هيجي بعديه في المركز الثاني فيلم الممر، وهيجي في المركز الثالث حمله فرعون، والمركز الرابع فيلم بتاع رامز جلال اللي هو سبع البرومبه، والمركز الخامس الفيلم بتاع محمد سعد اللي هو محمد حسين. دي ككل انطباعاتي عن الفيلم بدون حرق. تقييمي لفيلم كازابلانكا هو 8.5 من 10. ياريت تعرفوني تحت في الكومنتات ايه احسن شخصية عجبتكم في الفيلم من بعد عمرو عبد الجليل في دور عرابي. يعني عمرو عبد الجليل كلنا طبعا متفقين ان هو احسن شخصية في الفيلم، انا عايز اعرف بالنسبة لكم ايه احسن شخصية في الفيلم بعد دور عرابي في فيلم كازابلانكا، ياريت تقولولي تحت في الكومنتات. وايه بالنسبه لكم هيبقى الفيلم رقم واحد في، او الفيلم اللي هيتصدر شباك التذاكر في افلام العيد، يا ريت تقولي تحت في الكومنتات. بس دي كانت كل انطباعاتي للفيلم بتاع فيلم كازابلانكا، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.